في احدى التمرينات الخاويه ديالو خسر 3 مليار، 3 مليار الله ما ينادو منكار، قال لك فات 6 شهور جينا 3 مليار اللي خسرنا. واخ نمشيو مع هاد الهضره هادي، انا والله علاش انا كنطالب برنامج في موقع الناجا يكون فيه الرئيس وشي واحد من اعضاء المكتب ويديروا حوار مباشر مع الجمهور، والله تنطقوا لهم عينيهم بالله، والله تنخرجوا منهم الزيت المعصره ويعرفوا الرجوي الحراره شنو كيسوا. فانت ملي كتقول لي 6 شهور خسرتي 3 مليار، يعني انت كمكتب مديرك لائح، واخا انت ماشي بوحدك مصدر الدخل، انت نامن وسيدي خسرتي 3 مليار يا اخي، ياك نحطوا واحد 3 مليار اخرى على الاقل اللي هي ديال المداخل اخرى اللي هي ديالاش ديال الجمهور. ما تنساوش الجمهور شاك ماتش كتدخلوا ما على الاقل 160 مليون وما فوق، كاين ماتش دخلت فيه 200 مليون او 240 مليون، ما عليناش حنا نقولوا حطوا 3 مليار ديال كاكوتي، نقولوا 3 مليار بوحدها اللي كاينه ديال باقي المداخل اللي فيها الجمهور اللي فيها المستشارين اللي فيها المارشاندايزينغ اللي فيها الاعانات العموميه اللي فيها يعني المنح، ومن بينها منحه الوصول الى ربع نهائي العصبه الافريقيه. هادو بخمسه، شي هادو بخمسه الا جمعنا داكشي اللي خدتو فيهم لحد الان في هاد 6 شهور على الاقل غتكونوا خديتو واحد 5 مليار على الاقل. حنا نقولوا سيدي ما خديتوش 5 مليار، خديت غير 3، نزيدوا 3 على 3 اللي قلتو نتوما جبتو هي شحال؟ 6 مليار. عطيني شي فرقه في افريقيا كنتحداك، عطيني فرقه في افريقيا ماشي في المغرب، في افريقيا خسرات في 6 شهور 6 مليار، 6 شهور وغتزيد تخسر 6 شهور في 6 شهور الثانيه ديال العام هي 12 مليار، وانت فمك كتخرج وكتقول شاني بينما الفرقه عندنا كدور ب 8 حتى 9 مليار، ب 9 حتى 10 مليار، فمك قلتيها. واش هاد التناقض قول لي واش نشدو هكا ولا هكا؟ كيفاش تخسرتي 3 مليار؟ منين جاتك؟ منين جاتك 3 مليار تخسرها انت؟ كون كانت عندك 3 مليار كون خويتي المغرب. ملي تنقول لك كون كانت عندك 3 مليار كون خويتي المغرب كاع ما تبقى تعيش معانا هنا في هذه البلاد. ونسيت حقه مداخل الانخراط ديال الانخراط الجديد، يعني على الاقل احنا قلنا 3 مليار او موان، ما عليناش. دواء المارشاندايزينغ من بين ديما التبريدات ديالو بان احنا غنديرو مجهود وغنجيبو مداخل اضافيه، قال لك الموارد التسويقيه ديالنا داخل فيها الديجيتال كيرجع، داخل فيها الاقمصه باش تحملوا شعار الفريق، قال لك من العار انه اقمصه كيستافدوا من اصحاب الكونتر فاسون. كنتحداك وهو بتحدي بيني وبينك، ها هو ناسيك عقل اللايف ديال 3 ماي راه كيقول لك بانه كيتحداك واش تقدر تحارب الكونتر فاسون، كتحداك واش تقدر تحيد دوك المايتين والتونيات والتيشيرتات اللي كيحطوهم في المنصه، ماشي قدام التيران وفي وسط المنصه من وراك انت، من ورا ظهرك انت جالس في المنصه كتخرج الباب 3 من وراك غتلقاهم حاطين كراسه تما، حاطين تما تونيات وكنتحداك واش تقدر تحيدهم، حيت راه ماشي الهضره راه ماشي هي الفعل، انا نقدر نبيع لك انا 50 قنطار ديال الهضره ولكن في الفعل لا افعل شيئا ولا اقدر ان افعل شيئا. وقال لك شوفوا الرئيس اللي قال لك الله جل محتاج الشكر، سمعوا قال لك كذلك من بين المواد اللي غادي كيعتمدوا عليها بطبيعه الحال قالك بيع اللاعبين، قالك عادي لانه النجا راه منذ زمان وهي كتعتمد في المواد ديالها على بيع اللاعبين، لاعب ولا جوج في الموسم لا بدا خصو يتباع، بمعنى انه داكشي اللي كان كيقول لنا الاندلسي كيعاود واللي كان قالوا الزيات قبل منه كيعاود يقولوا انيس، يعني باش تعرفوا ملي كنقول بان هذا السيد راه موظف، هذا السيد سي تان بريزيدون جيرون، راه كتعرفوا بانه اللي مسيا الفرقه من الفوق هو اللي كيحط كل مره واحد نفس السياسه غاديه، السيد فرحان انه من بين الموارد غادي يبيع العام، عارف وحتى الناس اللي كيسمعوا بان زريده وانه الهبطي راه كيوجدوا فيهم باغي يكركبوهم حتى هما طامعين فيهم واخا باقيين صغار، عارفوا بانه راه داك الشيء راه ماشي كذوب، هاد الناس
ما عندهم فلوس، ما باغيين مول الفلوس ومتشكر يجي، راه كاين كيدقدقوا في الفرقه وغادي يديها للغرق. يعني حتى دوك اللعابه اللي شي شويه كيرقعوا في الفرقه وكي سميتو كيحبكوا فيها، باغيين يقضيو عليهم، باغيين يحيدوهم غير باش هادشي يكون. هو قالها فمو، راه ما قالها حد، وما يقولش راه شوشنا انت اللي قلتيها. بسرعه بقاو جوج النقاط اللي علاقه المنخرطين وعلاقه المكتب بالمنخرطين وبالجمهور. علاقه المنخرطين بطبيعه الحال قصيده طلاليه مدحيه يعني ديال التملحيس، حنا علاقتنا بهم طيبه، الله يعمرها دار علاقه متينه. قال لك شي هادي نخسر عليك جوج كلمات. العلاقه المتينه اللي كتكون مع واحد مكون معين، ما كنديرش معاه اجتماع واحد ستون، وكنتحداك واش درتي مع المنخرطين شي اجتماع من غير اجتماع الاخر اللي كان هذه شي 3 اسابيع قبل الماتش ديال الاهلي. وهذه العلاقه المتينه، العلاقه المتينه كتجتمع ما مسوقهمش كاع، تسوقتي حتى المكتب المديري اللي معاك، ما بقى غير تسوق المنخرطين تجتمع معاهم. ولا كنا كنذكروا الرامي فاش كان خرج قال لك المنخرط كيفاش قال لك رزيات اجتمع معنا في 21 شهر اجتمع معنا مره واحده. عقلتوا عليها، راه نفس السياسه غادي لاخر الاندلسي نفس السياسه. وهذا حتى هو اجتماع واحد في 6 شهور قال لك علاقه متينه واحترام وسميتو، هذه هي المتينه عندك. متينه جالس معاهم. وزيدك حاجه اخرى، علاقه متينه الجمهور، واش هذا الجمهور ما عندوش الحق؟ غادي ندخل العلاقه مع الجمهور، الجمهور اللي كيقول لك هو راس مالها وكيضحك على الشعب، واش هاد الجمهور هذا خصتي عليه حتى واحد التقرير على داك الاجتماع مع المنخرطين؟ مادام انه قلتو كانت نقاشات حاميه وكان هادي وناقشنا بزاف المشاكل تهم الفرقه، علاش ما درتوش واحد الملخص ديال دوك النقاط اللي دار على الاجتماع وديروه في صفحه الفرقه تعرف هاد الجماهير؟ ولا هاد الجماهير كتعرفو ما في التسمسير تبقاو تسمسروا فيهم، كتعرفو هاد جبدوا منهم الفلوس، ولكن ما عندوش حق في المعلومه هاد الجمهور، بقى يقلب عليها في الصفحات ديال اللي بعض المرات كتحارب الرنجة. هذا هو الجمهور في عينيكم انتوما،